أهلا بكم مشاهدينا في عرض الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. عقدت جبهة الإنقاذ الوطني مؤتمرا صحفيا لشرح موقفها من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد والرد على ما تضمنه مؤتمر عقدته الجمعية التأسيسية عصر اليوم. وأشار حمدين صباحي إلى أن المصريين لن يقبلوا دستورا وصفه بأنه لا يحمي حقوق الفقراء، ودعا صباحي المواطنين للاحتشاد غدا في مراكز الاقتراع للتصويت برفض الدستور الجديد. على دستور لا يحمي حقوق الفقراء من أجل ثورة عظيمة شاركنا فيها جميعا وديمقراطية مستحقة لهذا الشعب وعدالة اجتماعية آن أوانها واستقرار لابد أن نسهم جميعا في صنعه وتوافق وطني بدون هيمنة ولا إقصاء. من أجل كل هذه المعاني العظيمة فإن جبهة الإنقاذ الوطني تدعو شعبنا واثقة في الله وفيه إلى الاحتشاد غدا في كل مراكز الاقتراع في محافظات مصر العشر في الجولة الأولى لنقول لا لهذا الدستور الباطل النصر للشعب. من جانبه توقع سامح عاشور نقيب الصحفيين وعضو جبهة الإنقاذ الوطنية أن تحدث نسبة غياب عالية غدا بين القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء، وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة يضع حاليا بدائل لإحلال شخصيات أخرى محل القضاة وذلك على حد قوله. وقال عاشور إن الجبهة أحبطت انتداب 200 أستاذ جامعي من جامعة أسيوط لإحلالهم محل القضاء في الإشراف على الاستفتاء، ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمراجعة قوائم القضاء المشرفين على الاستفتاء. يجب أن يعلمها الكافة أن عدد القضاء المسجلين للحضور أمام مقراتهم الانتخابية ليسوا جميعا قد تقدموا بطلبات تؤكد حضورهم. كانت الجمعية التأسيسية للدستور قد عقدت مؤتمرا صحفيا عصر اليوم للرد على النقاط الخلافية في الدستور الجديد، وأشار بيان تلاه عمر دراج أمين عام الجمعية إلى وجود حملة منظمة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية. وأضاف دراج أن التصويت على الدستور سينهي حالة عدم الاستقرار. فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين. وترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل ولا تتأسس على واقع ولا تملك دليلا ولا برهانا، وتدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور. إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم ووقتهم طيلة 6 أشهر بالعمل ليلا ونهارا حتى يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية. وترفض الجمعية الادعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا لأن الحقيقة. في المؤتمر الصحفي نفسه قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية إن مشروع الدستور تم بالتوافق بشكل كامل، وإن بعض الأعضاء انسحب بعد إنجاز أكثر من 95% منه. وأضاف ماضي أنه تمت دعوة كافة الأطراف السياسية للمشاركة في حوار وطني لكنها رفضت الاستجابة. هذا الذي يطرح في الإعلام، هؤلاء الذين ينشدون الناس الفتنة ويدعون أن هذه الإجراءات باطلة لم يكونوا بيننا طوال أكثر من 30 عاما. نحن الذين عشنا في القرى والنجوع، نحن الذين أكلنا وشربنا مع أهلنا ليل نهار، نحن الذين تصدينا للاستبداد وتعرضنا للمحاكمات والسجن والمنع من السفر، نحن الذين نعبر عن هذا الشعب نقول أن كل إجراءاتنا سليمة. أن من يدعي أنها باطلة
قوله كله باطل. هل يعقل أن كل شيء باطل إلا ما يقول؟ كل إجراءاتنا سليمة، لقد أخرجنا مستنداتنا، الجمعية التأسيسية الثانية تمت بالتوافق، وافق عليها كل القوى السياسية، ثم انسحبوا بعد أن وافقوا. الدستور صيغة بالتوافق، وبعد أن تم التوافق انسحب بعضهم بعد أن انتهى تقريبا أكثر من 95% من الدستور. أن لو سمحت اسألني بعد ما أتكلم، أن الإجراءات التي تمت للاستفتاء بعد أن عملنا حوار، دعوا جميعا للحوار ولم يستجيبوا، دعوا سرا فلم يستجيبوا، ودعوا على. وقد أصيب 19 شخصا خلال اشتباكات اندلعت في محيط مسجد القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية بين مؤيدين ومعارضين للدستور، وذلك عقب دعوة الشيخ أحمد المحلاوي في كلمة عقب صلاة الجمعة للتصويت بنعم على الدستور في الاستفتاء، وهو ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع للفصل بين الجانبين. وفي القاهرة يتواصل توافد المتظاهرين على ميدان رابع العدوية للمشاركة في المظاهرة التي دعا لها ائتلاف القوى الإسلامية ولتأييد مشروع الدستور. كان الائتلاف قد نفى في بيان له أمس ما تردد عن نية القوى الإسلامية التعدي على معتصم التحرير، كما حذر من محاولات الإخلال بالأمن في محيط قصر الاتحادية. نظم عشرات من الصحفيين وقفة أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثرا بإصابته أثناء أحداث قصر الاتحادية. ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسي ورافضة للاستفتاء على مشروع الدستور. وفي قنا انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرات مؤيدة ومعارضة لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور، وقد جابت المظاهرات عددا من مدن ومراكز المحافظة. وفي مدينة نجع حمادي قامت قوة الأمن بفض اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للاستفتاء على الدستور. معي من قنا الصحفية هيام الوكيل. كنا تحدثنا أستاذة هيام قبل حوالي ساعتين من الآن وكانت الأحوال قد هدأت في نجع حمادي، ماذا عن الوضع الآن؟ بالفعل ما زال الهدوء الحذر يسود مدينة نجع حمادي ومدن ومراكز المحافظة، ولكن هناك بعض الاجتماعات بين القوى المعارضة مع بعضها البعض لدعم حملة لماذا نرفض الدستور خلال الأيام القليلة القادمة قبل الاستفتاء على الدستور يوم 22 ديسمبر من شهر الجاري بمحافظة قنا كمرحلة ثانية، حتى يحث عدد كبير من الأهالي للتصويت بلا على الدستور. وعلى الصعيد الآخر والجهة الأخرى القوى المؤيدة تقوم بعدد من المسيرات الليلية، هناك اتفاق على هذا الأمر يوميا حتى يؤكدوا للناس والحث على التصويت بنعم لصالح الدستور. هناك أيضا حملة سيقوم بها عدد من المحامين وهي تحت عنوان اعرف دستورك دون تحريف. هناك بعض النسخ التي حصل عليها البعض بها المواد محرفة، وهذا الأمر أدى إلى تدخل بعض المحامين لتعريف الأهالي بالنسخ الأصلية للدستور. ومن هذا المنطلق سيكون هناك يوميا مسيرات ليلية تقوم من خلالها القوى المؤيدة بتوزيع نسخ أصلية من الدستور ومواد الدستور الحقيقية دون تحريفها. شكرا جزيلا للصحفية هيام الوكيل من قنا. في السويس اعتصم عدد من شباب القوى السياسية أمام مبنى ديوان المحافظة احتجاجا على مشروع الدستور الحالي، وطالب المعتصمون بوقف إجراءات الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية. ومن جانبها كثفت قوة الأمن من تواجدها أمام مبنى المحافظة لتأمينه. معي من هناك الصحفي كريم عبد المعين. أستاذ كريم، هل لنا في يعني كيف هو الوضع الآن أمام مبنى المحافظة؟ نعم أستاذ كريم، الوضع أمام محافظة السويس هادئ تماما. أود أن أشير إلى أن كان هناك تجمعا محدودا صباح اليوم بعد صلاة الجمعة
لعدد من القوى السياسية لرفض الاستفتاء على الدستور. بعد ذلك توجهوا لمشاركة الشباب المعتصمين أمام ديوان عام محافظة السويس، والذين رفعوا لافتات يطالبون فيها بعدم الاستفتاء على الدستور. في المقابل كانت القبائل البدوية بمحافظة السويس قد قامت بتنفيذ مسيرة بالسيارات، طافت شوارع المحافظة حتى وصلت إلى ديوان عام محافظة السويس. حدثت مناوشات بسيطة للغاية بين الرافضين للدستور وبين المؤيدين من القبائل البدوية والمؤيدين أيضا للرئيس محمد مرسي، وفصلت قوات الأمن بينهما. لكن هذه المناوشات كانت كما أكدت هي مناوشات بسيطة جدا. بعد ذلك قامت القبائل البدوية بعمل مسيرة طافت شوارع المحافظة لإعلان تأييدهم للدستور، كذلك أيضا مساندتهم للرئيس محمد مرسي. شكرا، شكرا جزيلا للصحفي كريم عبد المعين من السويس. في محافظة كفر الشيخ نظمت القوى المعارضة لمشروع الدستور عدة مسيرات بشوارع المحافظة، فيما أحبط عدد من الأهالي محاولة للهجوم على مقر حزب الحرية والعدالة بالمحافظة قام بها مجهولون فجر اليوم. معي من كفر الشيخ الصحفي أحمد عشري. أستاذ أحمد، بعد إحباط هذه المحاولة للاعتداء على مقر الحزب الحرية والعدالة، ما هي الأوضاع الآن في كفر الشيخ؟ الأوضاع الآن هادئة في كفر الشيخ، خاصة بعد انتهاء مسيرات المعارضين لقرارات الرئيس والاستفتاء، حيث انتهت المسيرات بعد صلاة العصر مباشرة في عدد من مدن كفر الشيخ، منها مدينة كفر الشيخ ومدينة دسوق، ووسط هتافات بسقوط الإعلان الدستوري والمطالبة للمواطنين بالاستفتاء وقول لا للاستفتاء حتى يسقط الدستور المختلف عليه من قبل القوى السياسية. وكان عدد من مواطني حي 47 بكفر الشيخ ومتر الوان قد أحبطوا فجر اليوم محاولة لإحراق مقر الحزب الحرية والعدالة بحيي متر الوان وال47، وذلك حينما قام عدد من الشباب المجهولين بسكب البنزين على باب المقر في تلك المنطقة، ولكن شعر السكان العقار بهم وقاموا بالإمساك بثلاثة من الشباب أو تحديد أوصافهم حسبما تداولت الروايات، وتم إطفاء النيران قبل امتدادها لمقر الحزب بتلك المنطقة وباقي شقق العمارة. ولكن قام المئات من أعضاء الحرية والعدالة والإخوان بالتوجه للمشاركة اليوم في مسيرة أو في مليونية رابعة العدوية لتأييد الرئيس وتأييد قول نعم في الاستفتاء. وأيضا سافر العشرات من شباب المعارضين إلى القاهرة للمشاركة في مليونيات الاتحادية. طيب، شكرا جزيلا للصحفي أحمد العشري من كفر الشيخ. قال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور إنه تم الانتهاء من إجراءات الاستفتاء، وإن القضاة المشرفين على الاستفتاء سيتسلمون اليوم بطاقات التصويت والأوراق الخاصة بلجان الاستفتاء لمباشرة عملهم صباح غد. وأكد البلشي في مداخلة مع الجزيرة مباشر مصر إن فرز الأصوات سيبدأ باللجان الفرعية بمجرد انتهاء وقت التصويت. اكتملت عمليات الاستعداد لإجراء المرحلة الأولى غدا، وكل الإجراءات تمت، وتم تسكين القضاء كل قاضي في لجنة فرعية، وجاء يعني هم دلوقتي حاليا بيتسلموا أوراق الاستفتاء من المحاكم الابتدائية. يا سيد الفاضل، لا يمكن لجنة تفتح أبوابها زي ما قال لك المستشار جدالله إلا بحضور القاضي المشرف عليها. أنا عندي 6376 لجنة عليها 6376 قاضي، وعندي فائض
موجودين للمرحلة الثانية. أنا امبارح بس مستقبل أكثر من 1000 قاضي يريدوا الاشتراك في عملية الاستفتاء. من جانبه نفى المستشار فؤاد جدل المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في مداخلة مع الجزيرة مباشر مصر مشاركة أي قاض من أعضاء الفريق الرئاسي أو أعضاء الجمعية التأسيسية في الإشراف على الاستفتاء على الدستور. وأضاف جدل أن لجنة الانتخابات هي من طالبت بإجراء الاستفتاء على مرحلتين وأنه لم يكن هناك أي تدخلات من أطراف أخرى في هذا القرار. أنا إطلاقا في عملية الاستفتاء لأن هي عملية التي تتولى المسؤولية فيها اللجنة العليا للانتخابات، وإحنا بصفتنا قضاة لن نشارك في الإشراف على أي لجان سواء لجان عامة أو لجان فردية، وده المنحة ده إحنا خدناه. يعني حتى في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى أنا شاركت في الانتخابات الرئاسية لأني لم أكن أدعم أي مرشح بما في ذلك الرئيس محمد مرسي، دكتور محمد مرسي. أما في جولة الإعادة أعلنت أنا شخصيا أنني أؤيد الدكتور محمد مرسي لأنه ما تبقى لنا من الثورة، وبالتالي لم أشارك حتى في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. كذلك لم نشارك في الاستفتاء على الدستور لسببين. السبب الأول أن أنا كان لي شرف أن أكون عضو في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. السبب الثاني أنني مستشار قانوني للسيد الرئيس، وبالتالي هذا الموضوع تم غلقه تماما، لكن هي سلسلة من الإشاعة. من جهة أخرى يتواصل تصويت المصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور الجديد حتى يوم غد السبت. من جانبه استنكر عمرو رشد المتحدث باسم وزارة الخارجية ما تردد حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته، وأكد رشدي أن عملية التصويت بالخارج تمر بإجراءات محكمة يتداعى معها أي ادعاء بوجود نية أو إمكانية للتزوير. بهذا ينتهي عرض الأنباء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.